السلام عليكم، تحية طيبة لكل متتبعي ومتتبعات شوف تي في الأوفياء. مرحبا بكم معايا في هذا المباشر الليلي اللي كما تعودنا كنديروه كل ليلة، وكنتكلموا على مواضيع مجتمعية، مواضيع اللي كتهمنا كاملين واللي كنناقشوها بطريقة جميلة وكنناقشوها كعائلة. الموضوع ديال اليوم كان من الاختيار ديالكم، اللي هو شنو رأيكم داك القابلات العشوائيين اللي كيشجعوا البنات على الإجهاض وممكن أنه تموت شي وحدة ما بين يديهم؟ يعني شنو رأيكم في هاد القابلات؟ هاد الموضوع كان من الاختيار ديالكم، كان من الاختيار ديال عبدو أم كود، وكان إجماع من طرفكم على الموضوع. داكشي علاش خديناه اليوم باش نتكلموا عليه وباش نناقشوا يعني هاد الموضوع. مرحبا بكم معايا، مرحبا بالتعاليق ديالكم، بالافكار ديالكم، بالتجارب ديالكم، واكيد حتى بالحلول اللي كتمنوها. انا كما كنقول ديما كنحاول نقرا التعاليق كامله ونهضر عليها كامله، ونوقف عند كل تعليق، كنوقف عند كل تعليق بوحدو وكنهضروا عليه وكنناقشوا الفكره اللي جات فيه. سيمو غاندي، وعليكم السلام ورحمه الله. انا بخير الله يحفظك، كنتمنى حتى انت تكون بخير وعلى خير. اذا كما قلت لكم الموضوع ديالنا ديال اليوم كان من الاختيار ديال سي عبدو ام كود، وكان اجماع عليه من طرف المتتبعين ومن طرف المستمعين ديال الحلقه ديال البارح. اذا الموضوع ديالنا كما قلت هو شنو رايكم في داك القابلات العشوائيين اللي كيخدموا بسريه وكيشجعوا البنات على الاجهاض؟ يعني شنو رايكم في هذه الفئه؟ هذا هو الموضوع ديالنا. مازال انا في الانتظار ديال التعاليق ديالكم اللي من خلالها غادي نتكلموا على هذا الموضوع، ومن خلالها يمكن نلقاو شي حل، ما عرفتو، يمكن نلقاو حلول، يمكن نوعيو شي وحده كانت غطيح في هذا الغلط، يعني نقدروا نبدلو شي حاجه بكلامنا، ما عرفتو، زعما الخير عند الله، ما عرفتو. رضا نسلو، وعليكم السلام، مرحبا الله سي رضا، مرحبا بك اخويا عزيز وغالي، مرحبا بكم معايا كاملين. اذا كما قلت الموضوع ديالنا ديال اليوم هو شنو رايكم في دوك القابلات العشوائيين اللي كيخدموا بسريه تامه، وبهاد الخدمة ديالهم كيشجعوا البنات على الإجهاض، وممكن الله يستر أنه تموت شي وحدة ما بين يديهم. إذا أنا مازال في انتظار ديال التعاليق ديالكم. أي واحد عنده فكرة على الموضوع، سمع تجربة أو عايشها، يقدر يفيدنا. في بالو شي حل اللي ممكن أنه يحد من هاد القضية يفيدنا، إحنا في الانتظار وفي الاستماع لكم كاملين. غزلان غزلان، وعليكم السلام ورحمة الله. غزلان مرحبا بك معنا. سيمو ستيفان، وعليكم السلام ورحمه الله. سي سيمو مرحبا بك معنا. اذا كما قلت الموضوع ديال اليوم هذا تذكير، غنبقى كل ساعه نذكر حيت اليوم ما كتبتش العنوان في الصوره، داكشي علاش غنبقى كل شويه نذكركم بالموضوع. اذا الموضوع ديال اليوم هو شنو رايكم في دوك القابلات العشوائيين اللي كيخدموا في السريه واللي من خلال الخدمه ديالهم بزاف ديال البنات كيتشجعوا على الاجهاض، وممكن الله يستر انه شي وحده تموت ما بين يديهم. اذا هذا هو الموضوع ديالنا. ملك المدني، وعليكم السلام ورحمه الله اختي، انا بخير الله يحفظك، كنتمنى حتى انت تكوني بخير وعلى خير. لامين ابراهيم، وعليكم السلام ورحمه الله. هادشي لامين، انا بخير الله يحفظك، كنتمنى حتى انت تكون مزيان. اذا كما قلت تذكير بالموضوع، الموضوع ديال اليوم هو شنو رايكم في دوك القابلات العشوائيات اللي كيخدموا في سريه واللي من خلال هاد الخدمه ديالهم كيشجعوا البنات على الاجهاض. عبد الحي مرضي، وعليكم السلام ورحمه الله. سي عبد الحي مرحبا بك معنا، مرحبا بكم كاملين، وبالتعاليق ديالكم وبالافكار ديالكم. وكما قلت ممكن اننا نسمعوا حتى تجارب سواء عشتوها او لا سمعتوا بها، يعني ممكن ناخذوا حتى التجارب نسمعوهم، ممكن حتى الحلول اللي كترجوها في هذا الموضوع، الحلول اللي كتمنوا انهم يوليو في هذا الموضوع باش تنقص هذه الظاهره وباش ما يبقاوش هاد القابلات العشوائيين. اذا انا مازال في الانتظار ديال التعاليق ديالكم، مازال كنتسنات يعني تهضروا لي على هذا الموضوع. سيمو غاندي، هجر صباح، الحمد لله سي سيمو، انا بخير، كنتمنى حتى انت تكون بخير وعلى خير. اذا كما قلنا الموضوع ديال اليوم تذكر بسيط ليه، هو شنو رايكم في القابلات العشوائيات اللي كيخدموا في سريه تامه واللي من خلال هاد العمل ديالهم كيشجعوا البنات على الاجهاض، وممكن الله يستر انه تموت ما بين يديهم شي وحده، حيت كيكونوا
يعني داك الالات اللي كيستعملوا كذا، داك كيفاش نشرح لكم، داك الطريقه باش كيكون داك الاجهاد وداك الشيء، ما كتكونش بحال في المستشفى، ما كيكونوش بحال من حاجه متوفره. يعني ممكن الله يستر تموت شي وحده ما بين يديهم، ممكن تسببوا لها في شي عاهه، ممكن يعني بزاف ديال الحوايج خايبه كيجيو من خلال هاد الاجهاد اللي كيكون بسريه. محمد صدقي، وعليكم السلام سي محمد، انا لاباس الحمد لله، الله يحفظك، كنتمنى حتى انت تكون بخير وعلى خير. عبد الحي مرضي كيقول من طبيعه الحال هذه طريقه غير قانونيه وحرام، الله يهديهم. هي فعلا غير قانونيه وغير شرعيه، هي فعلا حاجه اللي خايبه، ولكن كيفاش نقدروا مثلا نحدوا منها؟ شو الحل اللي كيبان لكم؟ يعني القانون راه كيعاقب هذه الفئه، ولكن كاين واحد الغلط اللي كيوقع. هو مثلا اذا كانت شي وحده في واحد الحومه وكل شي عارفه انها كدير فحال هكداك، علاش دوك الناس ديال الحومه كيتستروا مثلا؟ علاش؟ ولا اذا كانت شي وحده عندها مصحه خاصه، ولا في مثلا غير في المستشفى العمومي، ولكن كتجي في شي وقيته اللي ما كيكونوش فيها المسؤولين ولا شي حاجه وكدير هاد العمليات، علاش ما كنفضحوش؟ علاش فاش كنشوفوا الحاجه الخايبه كنسكتوا عليها وما كنفضحوهاش؟ يعني انا كما كنقول ديما، فاش تبغي الحاجة تبدل خاصها تفضح، قداش ما سترنا قداش ما كترات. اذا مرحبا بكم معايا مرة واحدة اخرى، انا مازال في الانتظار ديال التعاليق ديالكم، مازال في الانتظار ديال المناقشة ديالكم الموضوع، ومازال باغا نسمع التجارب، باغا نسمع التجارب وباغا نسمع حلول. اذا انا باقا معكم وباقا في الانتظار ديالكم. يوسف الحكومة كيقول الله يعفو عليهم وصافي، وهي بصح الدعاء شي حاجة زوينة، قولوا الله يعفو عليهم، ولكن واش صافي نربعو يدينا ونبقاو كندعيو؟ لا، خاص حلول. شنو هما هاد الحلول اللي كيبانو لكم؟ شنو هما الحلول؟ عبد الحي مرضي، واللي كيتجه لهاد الطريق كتكون حياته معذب، كتعكس الامور، خاصنا نغيروا المنكر. هذا ما كان يعني من خلال اي مباشر كنديروه، اي موضوع كناخذوه، يمكن نكونوا ما ماشي في استطاعتنا نغيروا شي حاجه مثلا بيدينا، ولكن نقدروا نغيروها بلساننا، نقدروا نغيروها باللسان ديالنا. داكشي علاش كنهضروا على هاد الحويجات، باش الا بغى الله نبدلو ولو فكره عند شخص واحد. الا بدلنا غير شخص واحد هذاك فخر بالنسبه لينا، وهذيك حاجه زوينه، حيت شخص كيولي يدخل فكره شخص واحد اخر، وهذاك الشخص كيمشي لواحد اخر، وهي غاديه، وحنا كنحاولوا نصلحوا المجتمع ديالنا بطريقتنا. كنتمنوا حسن اوتبو، الحمد لله سي حسن الله يبارك فيك، كنتمنى حتى انت تكون مزيان. عبد العاطي حكاري، سلام اختي عزه، صباح عليك، الحمد لله سي عبد العاطي اللي يخطيك، انا بخير الله يحفظك، كنتمنى حتى انت تكون بخير وعلى خير. يوسف الحكومه هي باغا هذاك الشيء، ولكن ها هي باغا، انت اسي يوسف ها هي باغا نخليوها فيه اليوم وحده ما كنعرفوهاش، غدا بنتك ولا بنتي ولا اختي ولا اختك ولا، فهمتي؟ يعني قداش ما سكتنا على هذا الشيء قداش ما نتسناو منه يكثر. ولكن شنو الحل؟ نتوما شنو كيبان لكم الحل؟ بن عيسى بوزكري، شوفي ما كاينش اللي كيقلب على المعقول، خويا الدنيا هادي فيها الزوين وفيها الخايب، فيها اللي باغي المعقول وفيها اللي كيتفلى، ما عمرنا ما كنعمموا وما عمرنا ما كناخذوا فكره وحده ونقولوا صافي هي اللي كاينه، فهمتي ناسي بن عيسى؟ كاين المعقول في الدنيا، خصنا غير نقلبوا عليه، وإلا بغينا المعقول خصنا نحيدوا التفليه من الدنيا، وخصنا نقصوا هاد الحويجات الخايبه. عزيز الدويري، شكرا على الوريضات. عبدو عبدو، سلام اختي هاجر العزيزه، لاباس عليك، نعم موضوع رائع، لكن منهم الله، ربي كيخلصهم، الحل اللي عندي خاصهم يتحيدوا ولا يخرج شي قانون ضدهم. اسمح لي اختي هاجر، مرحبا بسي عبدو، مرحبا بك اخويا عزيز وغالي، انا بخير الله يحفظك، كنتمنى حتى انت تكون بخير وعلى خير. انا متفقه معك، خاصهم يتحيدوا في مره، ولكن كيفاش يتحيدوا؟ وهاد القضيه اللي قلتي ديال يخرج شي قانون ضدهم، كاين القانون اللي ضدهم، راهم كيتعاقبوا كيتعاقبوا، ولكن غير كيفاش غيتشدوا؟ الا كنا حنا شي كيستر على شي، كيفاش غيتشدوا؟ راه كاينين احياء اللي فيهم عيالات كيديروا هاد الحاجه هادي، وما قابلت عشوائيات، وما كاينش جيرانهم اللي يفضحوهم.
كيقول لي ما خليها ترزق، ولا ايوا غير خليها راه كتعاون البنات، وما كتعاونهمش راه كتزيد تشجعهم على هاد الحوايج. هادي حاجة خايبة، ولكن كيفاش نبدلوها؟ الا بغينا نبدلو الحاجة خصنا ما نسكتوش عليها، قداش ما سكتنا قداش ما كترات، وقداش ما ولاو حوايج خايبين بزاف في المجتمع ديالنا وحنا ما كنتمناوهمش يكونوا. عبدو عبدو، الحمد لله سي عبدو، الله يبارك فيك، كنتمنى حتى انت تكون بخير. هذا عبدو عبدو اللي قريت التعليق ديالو الاول، وعبدو عبدو اللي قريت التعليق ديالو الثاني، راه ماشي نفس الشخص، غير دايرين السميه فحال فحال. عبدو عبدو كيقول كاينه شي حاجه قليله، ولكن كيفاش شي حاجه قليله ديال هاد القابلات؟ عطا الله الخير اخويا، ماشي قلال، كاينين قداش ما كنسكتو ونخبيو كاينين. راه توقع تشوف عدد اللي يصدمك كون كان احصاء العدد اللي كيتشد مثلا ديال هاد القابلات، ولا راه ارقام اللي تصدمك ولا تصدمك، راه مصيبه وحق الله. الله يدير الخير، الله يدير الخير وصافي. اذا انا مازال معاكم، وكنتمنى حتى نتوما تبقاو معايا. مازال كنتسنى نسمع تجارب، نسمع افكار، نسمع حلول. مازال كنتسنى نشوف التعليق ديالكم، ونشوفوا ان شاء الله شنو الخلاصه اللي غادي نوصلوا في هذا الموضوع. عبدو عبدو حشومه، اه هي واش غير جات في حشومه؟ راه عيب وعار وحرام، حرام حرام. شي حاجه اللي محرمها الله سبحانه وتعالى علاش كنكحزوا ليها؟ اي حاجه حرمها الله سبحانه وتعالى الا فيها ضرر، ماشي لينا كاشخاص بوحدنا، فيها ضرر لينا لعائلاتنا لمجتمعنا والعالم كامل. اي حاجه نهانا عليها الله سبحانه وتعالى فهي حاجه خايبه، والله سبحانه وتعالى نهينا على الاجهاض، هذيك راه قتل النفس. ولكن شكون غيدخلو في عقلو هاد القضيه لمن غادي تقولها؟ مشكله والله. مراد بن، الحمد لله سي مراد الله يبارك فيك، كنتمنى حتى انت تكون بخير وعلى خير. يوسف الحكومه، انا لقيت وحده غاديه مع واتساب راه كتقطعوا ليا اللايف. يوسف الحكومه، انا لقيت وحده غاديه مع واحد، قلت لها ماشي في عيلك هاد شنيا الهويه كنظن كتبتي، قالت لي ماشي سوقك، ما دارليش في حياتي. حتى هذا غلط، حتى هذا غلط، اننا ما كنرضاوش بالنصيحه ديال الاخر. راه ما ينصحك غير اللي باغي لك الخير، وما يقول لك بنتي هذه حرام ولا هذه حلال غير اللي باغي لك الخير. خصنا ندخلوا لريوسنا بلي ماشي كلشي غير منك، وماشي كلشي ما حاملكش، وماشي بالعكس، راه كاين اللي بصح كيبغي لك الخير. ولكن حنا لا، هذيك قالت لي ولا هذاك نصحني باش ما نمشيش مع هذا، غتكون غير غايره مني حيت انا عندي هذا وهي ما عندهاش، ولا هذاك غادي يكون هو يقدر يكون باغيني انا وباغيني نتفق مع الاخر. علاش كنفكروا هكا؟ علاش ما نقولوش هذاك راه نصحني لوجه الله، هذاك باغي ليا الخير؟ علاش ديما كنشوفوا غير الجانب الخايب؟ شتي، الا بغينا حياتنا تبدل، بغينا مجتمعنا يتبدل، خصنا نبداو بنفوسنا، خصنا حنا نتبدلو باش نقدروا نبدلو شي حاجه. قداش ما كنا غاديين في الغلط، قداش ما عمرنا ما نقدروا نحيدوا داك الغلط من المجتمع. الله يهدي ما خلق. عبد الحي مرضي، وهذا الشيء موجود كثير. نصيحتي لخواتاتنا اللي طاحت في المشكل الاول، ما تتجاش المشكل الثاني، تصرح والديا احسن. شتي خويا عبد الحي، الا جينا المعقول وما تطيحش في المشكل من الاساس، ماشي حتى ديرها قدره تعاد نوضو نقلبوا على الحل. لا، من الاول الواحد يكون عقلاني، يفكر بعقله، يتبت، يعرف راسو شنو كيدير، يعرف بلي الطريق الحرام عمرها ما كتوصل للحلال. والله يهدي ما خلق، هذا ما نقول. سيمو غاندي، الحل ما كاينش اختي، وعمر المجتمع يصلح هذا المشكل. الا بغينا نصلحو مجتمعنا المغربي صعيب الحال. نعطيك مثال، ممكن نحيدو الرشوة من البلاد، هذا الشيء خليه اونتر بارونتيز. الا بغينا سيمو نحيدو شي حاجه، خصنا نبداو التغيير من نفوسنا، ونتعلمو ما نسكتوش، نتعلمو نشوفو الحاجه الخايبه نغيروها بلساننا حنا. لا كنقتلو راسنا بديك ايوا صافي ماشي شغلي، خليه حياته هذيك. علاش ماشي حياته بوحدو؟ هذا راه مشارك معاك، ماشي كنقول لكم عاود دخلوا في حياه الواحد، ولكن فاش تشوفوا غلط نصحوا، حاول تبدلو، غير انت هاد المنكر بلسانك. يعني خصنا ما نبقاوش ديما نتهربوا من المسؤوليه، هذه راه مسؤوليه.
الا شفتيو لجيرانكم صغير كيكمي راه مسؤوليتك حتى انت تنصحو، واخا هو الجيران ولجيرانكم وبعيد عليك كاع، هذيك مسؤولية ديالك، ما تقولش راه غير مسؤولية باه، لا مسؤوليتك حتى انت. وحتى في حال هاد الحوايج الا شفنا في الحي ديالنا شي وحده كدير بحال هاد العمليات الغير شرعيه، سير اخويا للبوليس، ما تسترهاش وما تسترهاش، الا سترتيها انا غادي يجي النهار اللي تشجع بنتك ولا اختك على هاد الشيء. وهذا غلط كبير كنديروه، خصنا نبدلو مجتمعنا بيدينا ونتبدلو حنا الاولين الا بغيناه يتبدل. هشام جوهره، وعليكم السلام ورحمه الله. سي هشام انا لاباس، الله يبارك فيك، كنتمنى حتى انت تكون بخير وعلى خير. رافي بوشعيب، وعليكم السلام ورحمة الله. سي بوشعيب مرحبا بك. عبد الحليم مرضي، الإخوان راكين بنات الناس أخلاق طيبة وكيطيحوا في هذا المشكل، أغلبية منهم كيتجهوا الإجهاض بالأخبار الوالدين. ونورمالمون أنا بنت وخصني نميل للبنات نورمالمون، ولكن في هذا الكومنتير اللي قلتي غادي تسمح لي نقول لك اللي كانت فعلا بنت الناس وأخلاقها طيبة ما طيحش في مشكل بحال هذا، اسمحوا لي. عبد العاطي حكاري، كلامكم زوين ولكن الكونيكسيون ما بقاش. اي والله يجيب الرزق، يجيب الرزق سي عبد العالي. عبدو عبدو، انا في اسبانيا من فوق 40 يوم ما كيحيدوش. واش ماشي غير في اسبانيا اصلا؟ كيفاش نقول لك، اصلا الاجهاض شي حاجه اللي خصها ما تكونش. الحاله الوحيده فاش كتكون فاش كيكون خطر على الام او الجنين، فاش كيكون شي خطر على حياه الام، فهذيك الحاله الاجهاض مباح. ولكن قتل النفس سي عبدو راه الله يجعله ما يكون في عمره غير سيمانه، راه كتسمى نفس، ماشي نتسناو حتى تفوت 40 يوم باش نتسماو قتل النفس، لا راه الله يجعله ما يكون يلاه قال بسم الله، راه قتل النفس هذاك. لا يدي ما خلق والله، زعما كتشوف حتى كتعيا وكتشوف راه مجتمعنا عمر 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 بالحوايج الخايبه، عمر بزاف. الهبطي سليم، شكرا السي سليم. مريم محبة لله، سلام تحياتي، شبعت شي برد. سلام مريم، تحياتي لك اختي، والحمد لله ماما لك الحمد، ماشي بزاف هو كاين كاين زعما، ولكن الحمد لله عليه ماما لك الحمد. مريم مريم اختي، لا كاينين بزاف ديال الاولاد والمراه حامله اش دير. شتي اختي مريم كتسمى قتل النفس، سمحي لي، واخا يكونوا الاولاد بزاف هذاك كتب الله مرحبا به، ولكن في حالة كان شي خطر عليها ولا في ديك الحاله راه كيكون الاجهاض مباح، ماشي مشكل انها تجهض. ولكن كما قلت لك في حاله غير باغات تطيحو حيت عندها وليدات اخرين، فراد المات راه صاود المات والله العظيم. عبدو عبدو كيقول ما تسكتش، راه ما تسكتش شتي الشعار ديال الواحد اللي خصو يكون هو، شفتي المنكر ما تسكتش عليه، تسكتش عليه، سكتي نتا وسكت واحد اخر وسكت الاخر وسكت الاخر، فين غنوصلو؟ غنعطيكم مثال، مع اني ما كنبغيش نهاجم، راه كنبقى ديما شاده ثقاري، ما كنبغيش نهاجم، ولكن غادي تسمحوا لي على هذا المثال. كاينين احياء اللي فيهم عيالات كيمتهنوا الدعاره، كتبدا وحده النهار الاول، كتبدا وحده ياك، الجيران كيشوفوا ويسكتوا، شغلها هذاك، حياتها هادي كيشوفو ويسكتو ويشوفو ويسكتو ويشوفو ويسكتو، كتلقى هي الدنيا مسعفاها، كتجي وحده اخرى تسكن تما كدير نفس الشيء، كتجي وحده اخرى حتى كيعمر داك الحي بداك الشيء، حتى كيعمر ديال بصح وكيولي فيه اسمحوا لي النشاط الليل والنهار والماسك وكذا والصداع، عاد كاينو دوك الجيران يمشيو يتشكاو للبوليس والجدارميه ويمشيو يتشكاو للقايد ويمشيو يتشكاو، راه نتوما اللي خليتو راسكم تطيحوا ديك الحاله، كون هضرتو مع اول وحده، كون بدلتو المنكر النهار الاول، ما توليوش في الاول كدعيو في الاخر كدعيو تبدل، راه اي حاجه وقعت لنا راه بيدينا، بيدنا التغيير وبيدنا نزيدو نغرقو. فين وصلت؟ عبد الحي مرضي كيقول ولكن ملي كيوقع المشكل وكان تجهل الوالدين، اغلب الاحيان الوالدين كيصلحوا كل شيء، الغلط الاول كيتصلح وكيجمعوا العائلات. سياسي عبد الحي، باش انا ما كنبغيش نوطى بزاف على شي جهه، باش ما نوطاوش حتى على البنات، راه كاينين شي وحدين اللي الله يحسن العوان كيتعرضوا لحاله اغتصاب ولا شي حاجه وكينتج عليهم حمل، كاينين هاد
هاد الفئة، يعني ماشي اي وحدة كدير شي مشكل بخاطرها، كاين هاد الفئة، ولكن ما عمر الاجهاض ما كان حل، ما عمره ما كان حل، هي ظلمات راسها وظلمات داك الوليد معاها. عبدو مكناس كيقول قتل النفس حرام، حدا ما كان شي حاجة اللي باينة، راه قلت لكم ولو يكون في عمره غير سيمانة، ولا كيتسمى نفس، كيتسمى قتل النفس. انا راه كنتعجب لهذوك اللي كيمتهنوا هاد القضية ديال منهم يكونوا قابلات، عجب وحق الله، كيفاش كيقدروا ينعسوا وهما حاسين براسهم وهما عارفين راسهم قاتلين النفس؟ كي كيقدروا يحطوا راسهم في فوق الوسادة وكينعسوا؟ العجب والله. الرافي بوشعيب الله يهدينا، اللهم امين يا ربي. عبدو اه كاينين بزاف اختي، ولكن كاينين اه، ولكن كيفاش نقدروا نحبسوا هادشي؟ ما يبقاش، هما كاينين ما نكذبوش، ولكن كيفاش نقدروا نحبسوه؟ عبدو كيقول انا شفتو هادشي، راه كنشوفو. شتي سيفتو هادشي عطاه الله، ولكن الغلط اللي كيدير الواحد هو انه كيشوف ويسكت. انا بعدا شخصيا نشوف شي حاجه ما نسكتش عليها، نشوف حاجه خايبه والله ما نسكت، ولو على قطع راسي ما نسكتش. وقداش ما سكتنا قداش ما نعولو نشوفو الأسوأ. مريم محبة لله الله يديم ما خلق، اللهم آمين يا ربي. مجيد بهرة، سلام إخوتي في الله، اتقوا الله، اللهم آمين اتقوا الله. أتي تلف صحابي دايتي والله إلا تلف ساعة رجعت نقرا دابا وهي راه خصني تنتقي، والله الله يدير الخير، لا الله يدير الخير، هذا المجتمع ديالنا راه غادي في الخسران، الله يدير الخير. حبيب فضيل كيقول والله اختي هاجر تشجيع على الاجهاض يسبب في كثره الفساد ويضاف حرام الى حرام، فاللهم اهدي بناتنا واولادنا الى الطريق المستقيم، اللهم امين يا ربي. شكرا على الفكره، هي بصح قداش ما كانوا هاد القابلات العشوائيين اللي كيديروا الاجهاض بثمن يعني كيكون شويه رخيص وداكشي غير قانوني وكذا، قداش ما كيشجعوهم على هاد الحوايج، كيشجعوهم كيولي الدري مهزش الهم، وبعدا كيصرعوا السميات اللي كيديرولهم، كيديرو لها امي كدا، الحجه كدا، واش حجه وكتقتل النفس، واش امك ما فهمتش، وكتلقى صافي صافي ديك السيده جهضات ليه الاولى للثانيه ولف، كيكون متفق معاها انت يا الحجه فلانتا راه راه خوك هذا وكدا، انت اللي توقفي معايا، كتولي كدير له البروموسيون الله يجيكم، ويولي هو طالق تصرح، وكل مره داير مصيبه وجاي ليها هي تجهض لديك البنت ويعطيها داك المصاريف، صافي هي ولات تجاره، هي بالفرحه عليها تزيد تخدم معاه باش تدخل الفلوس، وهو بالفرحه عليه ما يبقاش يحصل مع البنات. حنا اللي كنشجعوا على المصايب، باش نكونوا واضحين، حنا كنشجعوا على المصايب، واش موقع المجتمع راه من يدنا وبسببنا. مريم محبه لله، القابله خاصها يكون عندها الورق ديالها، اه خص يكون الورق ضروري، ولكن يكون عندها الورق ومنوع عليها الاجهاض. القابله اختي وحده وصلت لتسع شهور ديالها، عندها كلشي قانوني كلشي ناضي، سير اختي ولديها في سبيل الله تخلصي، خلاص خلاصك، ما نحرموكش منه، دي مع هذاك الاجر في سبيل الله، ولكن اجهاض الله، واخا تكون ورقه لاجهاض الله. عبد الحي مرضي، انا متفق معك اختي هاجر، ولكن الغلط كيوقع ماشي غير اللي خارج الطريق، ولي كيغلط كلشي كيغلط، يقدر يجي الغلط من راجل كيعطي وعود خاويه. اسمح لي سي عبد الحي، ولكن واش البنت ما عندهاش العقل؟ هو كاع عطى وعود، صافي حنا غير اللي وعدنا بشي حاجه نتيقوه، خصنا نفيقو. شتي مجتمعنا خصو يفيق، خصو يوعى، خصو يعرف راسو شنو كيدير، رانا غاديين لواحد الطريق اللي مسدوده، غاديين غنوصلوا لواحد الدرجه اللي ما غيبقاش فرق ما بيننا وبين الغرب في الانحلال، سمحوا لي ماشي التفتح، الانحلال، قربنا نوصلوا لهاد الدرجه والله الا قربنا. مجيد باهره، هذا المذوق ديال اش هي، هذا المذوق ديال الكاهلي، بغيتي تكتب واقيلا الجاهليه، ما فهمتش والله ما فهمت، تقدر تعاود تكتب ليا لهاد الكومونتير، ما فهمتش شنو كتبت. عبدو انا شفت هادشي وعيطت للبوليس وبقيت في المشاكل، لكن هانيه على الاقل حاولتي تبدل شي حاجه مزيانه، انت اجرك عند الله، نقدتي دوك البنات الاخرين اللي كان ممكن يطيحوا في نفس المشكل. مجيد باهره، على الشباب وفكر قبل ما يتخذ شي قرار، بصح الواحد يخدم عقله يعرفوا بلي لا طاحوا في الغلط
ظلموا رسوم، ظلموا الناس اللي معاهم، هي ظلم راسها وظلم عائلتها، هو نفس الشيء ظلم راسه وظلم عائلته، وظلم مين ديك التربية اللي غادي تقتل، ماشي غادي تموت، غادي تقتل. مش عارفين الحدة ديال هاد الكلمة ديال تقتل، مش عارفين هي كتقتل ولدك بيدك، لا مصيبة وحق الله. مالك المدني عندك الحق احتياجك، كلامك صحيح، الله يهدي ما خلق، اللهم امين، الله يهدي ما خلق، الله يهدينا على نفوسنا قبل عاد الله يهدينا على الناس. الا كل واحد هدى الله على نفسه، كل واحد عارف راسو فين غادي وفين حط رجلو، ما عمرنا ما غادي نطيحو في شي غلط، وما عمرنا ما نطيحو في شي حاجه خايبه. حفي دابا لا نحل احتياجر وعدم تستر على هذه القبلة ونهايه هذا الطريق غير مؤمنه، لا مع الله عز وجل ولا مع العبد. التربيه احتياجر، يجب ان تنطلق من البيت لكي لا يعم الفساد. بصح التربية من الوالدين، ولكن أختي أرى ما نكذبوش على ريوسنا، شحال قد الوالدين يتبعوك، شحال قدهم الوالدين، راه كيديروا جهدهم، راه ما كاينينش شي والدين اللي بغي ولادهم يضيعوا، راه كيديروا جهدهم اكثر من جهدهم، راه يقطع من لحمه وكلك ويربيك وكل شيء، لكن المجتمع ديالنا كيضيع. داكشي علاش الحويجات اللي شفناهم حنا، هانتوما سمعوني سمعوا، الحويجات اللي شفناهم حنا حويجات الخايبه، ما نخليوش الجيل الجايه يشوفوهم، ما نخليوش خوتنا الصغار، ما نخليوش ولادنا، ما نخليوش حفايدنا يلحقوا عليهم، حيت الطريق اللي غاديه ليها ما كنقولش غير بلادنا، اللي غاديه ليها يعني الناس كاملين، الطريق اللي غاديين ليها ما كتبشرش بالخير، وكتبيننا باللي غادي نوصلوا لواحد الدرجه ديال غادي نوليو فحال الغرب. الدري عنده عادي يلوح والديه في طلعة جزاء، البنت عندها عادي دير اجهاض في مستشفى عمومي كاع، وما كاينش اللي يمنعها وكذا، رانا غاديين لواحد الطريق اللي خايبه، ولكن كي غنديرو نبدلو، كي غنديرو نبدلو، هادو هما الحلول اللي كنقلبو عليهم. عبدو مكناس اختياجه، شكرا بزاف اسي عبدو، الله يكبر بيك، شكرا ليك بزاف. مجيد باهره، الله يهدي الناس، والتوبة الحلال، داكشي اللي كاين، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق والله. عبدو عبدو، الله ينجينا من الشر، اللهم امين، اللهم امين، الله يبعد علينا الحاجة الخايبة ويبعدنا عليها. حنا كنديروا هاد الحويجات هاد اللي لايف يعني غير باش نبعدوا على هاد الحوايج الخايبه، كما قلت لكم الا غيرنا غير التفكير ديال شخص واحد فهذا فخر كبير بالنسبه لينا، وهذا نجاح كبير، نجاح كبير بالنسبه لينا، اننا نقدروا نبدلوا غير فكره عند شخص واحد ولا جوج. انا الفكره اللي بغا نوصل لكم اليوم بالنسبه اسمحوا لي، بالنسبه للناس كاملين، ملي تشوفوا المنكر ما تسكتوش، فضحوا فضحوا، راه ما كنشجعكمش مثلا على تشهروا بشي حد ولا، ولكن على الاقل شفتي شي دار كيديروا فيها الاجهاض ولا الدعار ولا شي حاجه خايبه، علم اخويا البوليس ولا اختي، خلي البلاد تنقى على يديك، تدي معاهم الاجر. يعني الا بغينا المشاكل ينقصوا من المجتمع ديالنا، خص التغيير يبدا منا، نبدلو نفوسنا هما الاولين، ونحاولوا نبدلو المحيط ديالنا، اي حاجه شفناها خايبه قدرنا نبدلو باللسان وبالنصيحه احسن حاجه، ما قدرناش كما قلت لكم فضح، ما تبقاش ساكت، ما تبقاش ساكت، اي والله يدير الخير، هذا ما نقول. اذا انا مازال في الانتظار ديالكم، مازال في الانتظار ديال التعاليق ديالكم اللي من خلالها غادي نناقشوا الموضوع، مازال باغا نشوف تجارب، انا قلتها وغا نعاود، باغا نسمع تجارب، باغا لربما نغيروا شي حد، علاش لا، ولا ربما حتى كما قلت لكم نستافدوا ونفيدوا، انا راه كنستافد منكم بزاف من خلال التعليق ديالكم والله العظيم الا كنستافد. عبدو عبدو، واش هاد الطيب عندهم الحق، واش هاد الطيب شنو هي الطيب، واقيلا بغيتي تكتب الاطباء، كنظن بغيتي تكتب واش هاد الاطباء عندهم الحق، لا ما عندهمش الحق، ما عندهمش الحق، كون كانت شي حاجه اللي مباحه كون كانت تدار في سبيطار عمومي، ولكن لا، فين كتلقى هاد الاجهاض وفي هاد الشيء؟ بشكل سري في بيوت، حتى الا كاع نقولوا كان في السبيطار، ولا كيكون بالليل وفوقيته اللي ما تطيحش على بال بنادم، شنو هي الحاجه اللي كنخبيو؟ هي الحاجه الخايبه، هانتوما تشوفوا غير حنا كاشخاص، مثلا بغيتي
دير شي، كيفاش نشرح لكم، انا عطيتكم غير مثال، ما عرفتش واقيلا غادي يجيكم مثال غبي، ولكن بان لي هذا هو المثال الملائم في هذه اللحظه. هانتوما مثلا طيحتي لداركم الطبسيل ديال الطوس ورستيه، ياك هرستيه، شنو غادي دير؟ غتمشي وتقول لهم راه هرستو؟ غادي تخبيه. كنعقل، كنهضر على العقل الصغير زعما، غادي تخبيه. علاش غادي تخبيه؟ حيتاش حاجه خايبه درتيها. وراه في حد نفس الشيء كما قلت لكم، هو مثال غبي شويه ولكن جاي في هذه الحاله، نفس الشيء الاجهاض. كون كان حاجه مزيانه راه غتقولو بكل فخر وغديرو بكل فخر، ولكن الحاجه اللي كتخبى وكتدار بتخبيه هي حاجه خايبه، كتبان نيت انها حاجه خايبه من خلال داك التستر وداك التخبيه، وحنا ما بغيناش حوايج خايبه يبقاو في المجتمع ديالنا. عبدو مكناس، اختي واش هذا البرنامج ديما؟ اه سي عبدو، هذا كيكون يوميا، ما كيكونش نفس الموضوع، كل ليله كيكون موضوع جديد، ولكن مواضيع يعني تقريبا في نفس السياق، مواضيع مجتمعيه اللي مرتبطه بينا حنا كشباب، مرتبطه بعائلتنا بولادنا، يعني بالحويجات اللي باغيينها تبدل في المجتمع ديالنا. عبدو الشريف، يجب عدم التستر على جريمه، داكشي اللي كاين الا شفنا نهضروا. دابا كما قلت لكم كاين واحد الحي كدير فيه شي وحده الاجهاض، وجيرانها عارفين وكيسكتوا. علاش كتسكتوا؟ علاش؟ واش نتوما راضيين على داكشي اللي كيوقع؟ راضيين؟ ولا رديتو على راسكم تسناو شي نهار تدخل عندها بنتكم؟ عبدو عبدو، خاصهم يتعاقبوا. هو كاين في القانون المغربي كاين عقاب لهاد العيالات، هاد القابلات، راه كاين الرجال، المهم باش ما نوطاو شويه على العيالات، راه كاين قابلات وكاين رجال حتى هما ديال التوليد، يعني كاين هادشي، كاين في المجتمع ديالنا وكتير، مش ما نكذبوش على نفوسنا، كاين وكتير، وكاين عقاب ليه، كاين قانون اللي كيجرم هادشي. ولكن واش مثلا البوليس غادي يبداو يقلبوا من زنقه لزنقه باش يعرفوا واش كاينين قابلات ولا لا؟ شحال قدهم هما مثلا يقلبوا الا كنا حنا كنتسترو؟ بالعكس حنا نقدروا نساهموا في انه هادشي ماشي غير ينقص، ربما ما يبقاش، باش غنساهموا كما قلت لكم باننا نهضروا عليه، ما نستروش، غادي نحدو منه وربما كاع ما يبقاش في مره. وصلت. مجيد بهرة، المغاربه ما كانوش هكا، كانوا كيتزوجوا على 16 عام باش يتفاداو هاد المصائب، ولكن دابا المهم سي شمس ميزك، سي مجيد، دابا ولات الصراحه الحياه شويه صعيبه، دري ديال 16 عام تقولوا نتزوج، راه غادي الوقت وكتصعب، صعيبه صعيبه. دابا راه كتلقى عنده 30 عام ولا 40 عام ومازال مسكين ما استطاعش باش يتزوج. كاين بزاف ديال الاسباب، ما بغيتش نوطع البنات، ولكن حتى القضيه ديال الصداق وكثرت المصاريف وكذا كتعكز الدراري، باش ما نكذبوش، كاين شي متطلبات ديال شي ناس اللي بصح كتعكز الدراري على الزواج. من غير هذا الشيء كاينين اللي كثرت ما كيولفوا الزنقه والتخربيق، هذا كيقول علاش انا نمشي نضيع على بنت الناس الخاتم والصداق وكذا وصافي، كيبقى في الزنقه. شكون كيحل لهم هاد الباب؟ شكون كيخليهم يفكروا هكا؟ اولا البنات، الا اختي عزيتي راسك وهذيك عزات راسها والاخرى عزات راسها، وداكشي غادي يجي لداركم نيشان، ما غاديش يضر بك في الزناقي، وما غاديش تطيحوا في شي مشكل، وما غاديش تضطروا كاع تمشيو تقلبوا نتوما على هاد القابله اللي كتحيد الوليدات، فهمتي؟ يعني حنا خصنا نلقاو حلول لراسنا. شنو هما الحلول؟ هو كل واحد يعز راسو، والا شفنا المنكر نبدلوه واخا بلساننا. عبدو خاصهم يتعاقبوا، وكما قلت لك كاين قانون مغربي كيعاقب هاد الفئه، كيجرم هاد القضيه وكيعاقب، ولكن كاين التستر، راه يجيو البوليس يسولوا في حومه واش كاينه وحده هنايا كدير هكا، ويقولوا لا ما كايناش، لا سيدي ما عندناش حنا هادشي، يلا حيدها لهم انت من الفم. مجيد عزيوي، وعليكم السلام ورحمه الله. ادوالي عبد العالي، وعليكم السلام ورحمه الله. عبدو مكناس، مرحبا بك سي عبدو. مجيد عزيوي، المثال الغبي غالبا ما يكون يعبر عن حقيقة شيء، فالغباء يكمن هنا في أن هذه الحالة تندرج خارج إطار مؤسسة الزواج. أنا قلت عليه مثال غبي حيت جاني شوية ما عرفت، يعني عطيت المثال بالتبصيل كيتهرس وكذا، هو بصح كيهضر على هذه الحالة، ولكن شوية مثال بعيد شوية صراحة. عبد الحي مرضي، أنا حاليا عايش هذا المشكل،
انا كاري واحد السكنه لواحد السيد تقريبا سن ديالو 50 سنه دابا مده عامين، وانا كاري له ونتعامل معاه احسن تعامل، وهو مره كيدخل نتا للدار، انا كنخرج من الدار في الصباح وكنجي حتى الليل. واحد النهار جاو مورا الشرطه داوه، وعيط لي الشرطي صاحبي قال لي شنو دار، اغتصبوا واحد السيده وحملت وسمح فيها. ملي جيت للحومه قالوا لي الجيران، حنا كنا كنشوفو كيدخل نتا وما بغيناش نقولو لك، خفنا من الصداع. ايوا شفتي الجيران. في حال هاد الحاله سي عبد الحي، نورمالمون اول خطوه كان خاص الجيران كيديروها انهم يهضروا معاك انت الاول، وانت ماشي تسرع وتمشي دغيا تدور في داك السيد وتقول له غتخرج وكذا، لا لا، راه باش نبدلو شي حاجه اول حاجه الصواب، فاش جيران يعلموك انت غتمشي معاه وتهضر معاه بلاتي هي احسن. اسيدي هادشي اللي كدير راه ما مزيانش، ها شنو غادي تشرح له مزيان؟ دار عقلو، تبارك الله ما دارش عقلو، قول له خوي لي داري، الا بقى اللي سكن عندو كيجري عليه، اللي سكن عندو كيجري عليه، اللي سكن عندو غيتبدل داك السيد ولا ما يتبدلش؟ غيبقى عاجبو راسو هكداك ولا لا؟ لا، غادي يجي النهار اللي ما يبقاش حامل راسو وغادي يقول علاش انا منبوذ في المجتمع، علاش اللي كريت عندو كيجري عليا حيت انا ما مزيانش. شنو اللي فيا ما مزيانش؟ اللي ما مزيانش فيا هو كندير هاد الحاجه وهاد الحاجه، هذيك الحاجه ما غتبقاش، ما غيبقاش داك الراجل كيدير هاد الحوايج. علاش؟ خوفا من ان المجتمع ينفرو، وخوفا من انه يبقى في الزنقه. يعني الحلول ساهلين في يدينا، غير حنا كنصعبوا الامور. كريم حسين، سلام اختي هاجر وسلام جميع المشاركين الخوت، وعليكم السلام ورحمه الله. سي كريم حسين مرحبا بك، ومرحبا بالزوجه ديالك نوال، انا عارفه غتكون معاك، مرحبا بكم معنا. مجيد بهره، الكسل وبنادم مثالي، كيبدا غير بالوعود الكاذبه على البنات، وهي عيب عليهم صراحه، عيب عليهم. الواحد شي حاجه ما قدش عليها ما تقولهاش، والعيب حتى على البنات، ماشي اللي قالك شي حاجه تثقيه راه غتجيبها غير فراسك في الاخر، وما عنده ما يخسر. راه كنقولوها الراجل راجل ما عنده ما يخسر، ولكن انت عندك ما تخسري. هاي دي مخلق عبدو انا فكا انا كفاعل قريتها فكاعل، معليش نعاودو. عبدو انا كفاعل جمعوي شفت تقريبا 5 حملات في هذا الصيف. نعرف السلام، راه كاين حتى واحد السيده، انا شنو شجعني نهضر على هذا الموضوع؟ واحد السيده الا عقلتو فاش كنت دايره المواضيع كنطلق المكالمات، الا عقلتو كانت اتصلت بينا واحد البنت وهضرات وعاودت لنا على المشكل اللي وقع لها، هي انها حملت المره الاولى وطيحت داك الحمل وعاودت طاحت في نفس المشكل، ما بغاتش تربى ما بغاتش دير عقلها. انا عارفه كتصنت ما كنعايركش، ولكن خصك تفيقي، خصك تفيقي حيت ما عرفتش فين غاديه بهادشي. يعني هو ده غادي يقولها طيحي الثاني غادي الثالث غطيح الثالث غزيد الرابع، فين بغيتي توصلي؟ راه قتل النفس هذاك، راه ولدك اللي كيموت. يعني هذه تكون مثال ليكم، شوفوا بنادم الحاله فاش كيوصل، باش كيدخل كيولي ما عنده والو في حياته من غير طيح هذا بحمل بهذا طيح بهذا، صافي حياته ضاعت، مشى. ما عرفتش كيفاش نوصل لكم الفكره، ما كنبغيش نشرح الواضحات بالمفضيحات كما كنقولوا. المهم كنتمنى الفكره تكون كتوصلكم وصافي. ام ايوب، وعليكم السلام ورحمه الله. اختي ام ايوب الله يحفظك، شكرا ليك، تنتيا منوره، شكرا بزاف. مجيد عزيوي، التكسير يعبر كسر او جرح من جسد فتاه، هل تعلمين كم كسر في خاطرات المجهوده؟ هو بالصح راه ولدها اللي مات، راه ضروري غادي تكون نقصها، ولكن هادي دير لها العقل، دير لها العقل باش ما تعاودش تطيح نفس الغلط، ودير لها العقل باش تفيق بناس وحدين اخرين. لو كان كنتناصحو، لو كان كل واحد فينا كيولي باغي الخير للاخر وينصحو ويقول له ما ديرش وما تغلطش وما تفعلش، لو كان كل واحد فينا ما كيبغيش الناس الاخرين يطيحوا في الغلط فاش طاح، كان مجتمعنا ما عمره ما يتوسخ. ولكن الغلط ديالنا حنا يبغى خليها تجرب كي جربت، خليها، واش غير انا اللي تجي فيا الضربه؟ ديك ديال اذا عمت هانت، المجتمع المغربي ديالنا غادي باذا عمت هانت، كيولي باغي بزاف ديال الناس يطيحوا في نفس السيتوياسيون ديالو باش يحس براسو هو ما تضرش. غلط صراحه. ادوالي عبد العالي، الله يهدي كل فتاه كطيح في هذا الموقف، ولكن ما خصناش نلومهم، خصنا نلوم الرجال هما الاولين، حيت غلط ديالهم بجوج. ربما كون كان هذاك الراجل راجل يدير حل لولدو ولا بنتو كيخليو بنات يتجهوا لهذا الحل. شتي سي عبد العالي، ماشي لو كان راجل راجل يدير حل، لو كان راجل راجل يمشي لدارو من النار الاول، ما يطيحش كاع هو في هذا الموقف من الاساس، ولو كان هي مراه وقاده
ما تصروش عليها من الاساس. ولكن اللي نقول لك سي عبد العالي، يمكن كان اننا بعدنا على الموضوع، هو الموضوع ديالنا على دوك القابلات، كيفاش نقدروا نحبسوا هادشي ديالهم ما يبقاش. كنظن اننا بعدنا شويه على الموضوع، كنخاف انني نطيح في المحظور، ما كيعجبنيش مواضيع بحال هادو صراحه. انا درتو حيت نتوما اختاريتوه، ما كانش عندي حل اخر، كنت باغا نبدلو ولكن حيت نتوما اختاريتوه فما قدرتش، قلت عيب عليا وما اختاروا انا نبدلو. ولكن بلا ما نبعدو بزاف على الموضوع، نرجعوا للموضوع ديالنا ديال القابلات. عودوا لنا على التجارب، واش عمركم صادفتوا هذا المشكل ولا حضرتوا له ولا عشتوه؟ ولا انا باغا نسمع صراحه تجارب. فين وصلت؟ مجيد باهره كيقول هادي 5 سنوات تزوجت، تزوجت بنت لقيت وديتها للطبيب قال لي هادي جرى مده طويله وتفارنت معاها. ما عرفتش شنو نقول لك، والله ما عرفتش شنو نقول لك. ما عرفتش. عبدو شكرا على الوريضه. مريم محبه لله، اختي الحوايج اللي كيعصبوني البنت كطيح في مشكل مره الاولى وكتعاود المره الثانيه والثالثه. هذا مصيبه وحق الله الا مصيبه. انا ما عمري ما طاحت لي في بالي هذه القضيه، انه ممكن يعني يطيحوا في مشكل جوج المرات ولا ثلاثه. حتى اتصلت بيا ديك البنت ديك المره وقالت لي بلي المره الثانيه ونفس المشكل، وخلاها تجهد الاول ونفس الشخص. بقيت غير كنشوف ديك الليله وحق الله صدماتني راه الا لاحظتو تلفت في اللايف ديك المره، ما بقيتش عارفه راسي شنو كنقول. بقيت غير كندخل ونخرج في الهضره وكنقول راه ما يمكنش هاد البنت، واش زعما علاش باغا توصل راسها؟ بيتي الخير وصافي هذا ما نقول. اذا مرحبا بكم معايا مره واحده اخرى، مرحبا بالتعاليق ديالكم. انا مازال في الانتظار ديال التعليق ديالكم، مازال في الانتظار ديال المناقشه ديالكم للموضوع، مازال باغيه نتكلموا على هذا المشكل ونشوفوا شنو الحلول اللي كترجوها، شنو الحلول اللي كتمنوا من الله انها تكون باش نحدو من هذه الظاهره. يعني كما قلت قبيله، هو كاين قانون كيجرم الاجهاض، كاين قانون كيجرم الاجهاض، هو ممنوع منعا كليا في المستشفيات العموميه وحتى في المستشفيات الخاصه. ولكن كاينين هاد القابلات اللي كتدير من هاد الشيء تجاره، كتمشي تكري دار ولا تشريها ولا على حسب استطاعتها، شري ماتيريال واللعيبات وكذا، كتولي دايره هذيك حرفه ديالها مهنه، كتولي رابحه منها الفلوس وكذا، كيدخلوها الفلوس، كتولي تقولها لمن مزيد، كتولي ديك السيده جهنم، فهمتوا؟ كتولي جهنم. الدراري هادشي كيشجعهم، قداش ما لقاو شي وحده سويهله لهم زعما دير لهم الاجهاض البنات وبثمن مزيان وكذا، قداش ما كيزيدوا يغلطوا. هادي مخلوق مجيد عزيوي، ماما خلعتيني. مجيد عزيوي، ماما حلات الباب خلعتني. مجيد عزيوي، تجارب مملة تبدو تؤدي إلى الظلمة، أود أن نتعرف عن حلول لإفشال هذه الظاهرة المشينة والمسيئة، وأظن أن الحلول قد تكون إلا في التربية الإسلامية. سلامة. شنو هي؟ اسمح لي غنعود نقرأ. تجارب مملة تبدو وتؤدي إلى الظلمة، أود أن نتعرف عن حلول لإفشال هذه الظاهرة المشينة والمسيئة، وأظن أن الحلول قد تكون إلا في التربية الإسلامية. سلامة. أها هادو هما الحلول علاش كنقلبو؟ شكرا سي ماجد، هادو هما الحلول، ولكن شكون هما هاد الحلول؟ انا كنقول على قد اللي طاح ليا في بالي، ولكن مازال كنسمع حلول منكم، مازال كنتمنى انني نسمع حلول منكم. مجيد باهره تصبحوا على خير، انا شوفور غادي نشد الطريق. ميرسي، طريق سلامه سي ماجد، الله يوفقك اخويا. تحياتنا الشوافريه والعساسه وكاع الناس اللي كيسهروا الليل، حنا كنسهروا غير شويه وكنتكرفصوا، زعما الله يحسن لكم العوان، اقسم بالله الا الله يحسن العوان. انا كتزدع عليا غير يومين ديال السهر وكنحس براسي ماشي بخير. زعما تحيه كبيره لدوك الناس، تحيه كبيره للشافر، العساسه، الاطباء، الفرمليه اللي كيكونوا بيرمانونس، البوليس بالاخص اللي كيخرجوا كيسهروا على الراحه ديال المواطنين، الناس ديال الجندار، حتى هما اي واحد
كيخرجوا الواجب ديال العمل في الليل، فتحياتنا ليه وكنقولوا له راك راجل وراك مراوقه، انتي الا كنتي مراه راك مراوقه، الا كنتي راجل راك فعلا راجل وتبارك الله عليك، والله يحفظكم يا ربي. وكنشكركم كاملين، كنشكركم باسمي ونيابه على الناس كاملين اللي معايا في هذا اللايف، حيت صراحه كلنا حاسين بالمكانه ديالكم وكلنا حاسين بالفضل ديالكم. يعني الا مشينا في الليل للسبيطار ولقينا الطبيب بيرمانونس راه سهران على ودنا واجره عند الله، الا كنخرجوا وحنا مرتاحين للزنقه راه حيت كاين واحد البوليسي سهر على الراحه ديالنا، الا كنخرجوا ومامنين في الدنيا يعني في المدن ديالنا وكذا، الا وعندنا واحد العسكر الله يرحم ليهم الوالدين اللي شادين الحدود وحاضين بلادنا وكيسهروا على الامن والامان ديالنا. فتحياتنا كبيره وكبيره كبيره لهاد الناس، تحياتنا ليكم والله يجعل لكم هاد العمل في ميزان الحسنات ديالكم يا ربي. اذا انا مازال معاكم، مازال سخيت فيكم، مازال كنستنى التعليق ديالكم والافكار ديالكم باش نناقشوا الموضوع ديالنا اللي هو شنو رايكم في هاد القبلات العشوائيات اللي كيخدموا بطريقه سريه، ومن خلال هاد العمل ديالهم كيشجعوا البنات على الاجهاض، كيشجعوا الدراري على الفساد، وكيشجعوا المجتمع ديالنا باش يزيد يضيع. وممكن الله يستر حيت كتنعاد من جميع الظروف يعني اللي ممكن انها تحافظ على حياه ديك البنت ولا ديك الدري، ممكن انهم يطيحوا انه ديك البنات يموتوا في العمليه ديال الاجهاض. كاينه شي وحده كتكون مثلا غير ماشي غير ما كنبخصش من العمل ديال الممرضه، ولكن كاينين ممرضات اللي هما اللي كيديروا هذا الاجهاض وهادشي، كتكون ما عندهاش خبره كافيه، كتولي دير لها غير شي كتزيدها شويه في البنج ولا شي حاجه كتتقاد لها البنت. كنهضر زعما على هاد الممرضات اللي كيتجهوا لانهم يخدموا بشكل سري، يعني راه هادشي كاين، راه كتمشي باش تطيح داك الوليد كتقمي حتى هي وياه. سي كريم حسين راه كتبتي لي نفس الكومونتير جوج المرات وانا ما بغيتش نقراه بغيتش نقراها، يعني ملي ما قريتش الاول فهم بلي فيه شي حاجه اللي ما بغيتش نقراها، يعني ما تحتاج تعاودوا ليا مره واحده اخرى. بغيتو توصلوا الفكره، تقدروا توصلوها بطريقه زوينه بلا شي كلمه اللي ما نقدرش نقراها الا كان ممكن. اذا انا باقا معكم مازال في الانتظار ديال التعليق ديالكم باش ان شاء الله نحبسوا اللايف ديالنا ونختاروا قبل الموضوع ديالنا ديال غدا، وعاد نحبسوا اللايف ديالنا ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا كاملين، تقدروا من دابا تقترحوا المواضيع اللي كان فيكم باغي شي موضوع اللي نقدروا نتكلموا عليه غدا يقترح، نرجعوا نتكلموا شويه على الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا ديال اليوم كما قلتوا هما دوك القبلات العشوائيات. غادي نعطيكم عاوتاني واحد المثال غبي وغادي تسمحوا لي غير من خلال الافلام، خلال الافلام اللي كنتفرجوا لهم، الا تفرجوا غير لواحد الفيلم مسلسل عفوا، كان كيكون في رمضان الفايت ديال وحده قابله جراو عليها من الخدمه ديالها بسبب هاد العمليه ديال الاجهاض اللي كدير، ولات دايره في دارها ياك، الا عقلتو كانت مات بنت ما بين يديها، والا عقلتو كثر وتفرجتوا لهاد الفيلم شوفوا الحاله ديال الاب ديالها من بعد الوفاه ديالها. علاش ما كنفكروش هكا؟ علاش البنت كتلوح راسها للتهلكه؟ علاش ما كتفكرش في حال دوك الوالدين من موراها؟ علاش نهار غادي نوليو نفكروا في الكبيره والصغيره وفي اللي قدامنا واللي ورانا واللي فوقنا واللي تحتنا، نهار نوليو نفكروا في كل شيء؟ ما عمرنا ما نديرو شي غلط، ولكن حنا لا، اغلبيه فينا كيفكر غير في راسو، كيشوف الغلط وكيقول ايوا الا فضحت راه غدير ليا وغتفعل ليا وغترك ليا وصافي خليها. خفتي على راسك وما خفتيش على المجتمع اللي غيضيع؟ الا مشيتي مثلا تجهضي داك الدري وغادي تقولي ايوا صافي هادشي غادي يدوز نص ساعه كاع وغادي نمشي وغادي نتهنى وغادي نرجع للدار، ما خفتيش تموتي في ديك العمليه؟ ما خفتيش دوك الوالدين نهار يعيطوا لهم يقولوا لهم راه بنتكم مشات دير الاجهاض ومات؟ ما كتخيليش حالتهم؟ واش باك غير دار راسو يدفنك؟ علاش ما كنفكروش هكذا؟ علاش كنفكروا ديما في داك الجانب ديال صافي راه الجره غتسلك؟ الجره ما كتسلكش ديما، شكون واضحين ما كتسلكش، والحرام ما عمره ما كيوصل للحلال. مجيد عزيوي اولا ولا بد ان نؤيد على ضروره التربيه الاسلاميه، واؤكد على ان اهم التربيه والتربيه عباد الله والادب تبدا من الصغر، اهم التربيه تربيه الوالدين والاخص
أن أؤكد على الأم لأنها نصف المجتمع، والنصف الآخر يتربى بين أحضانها في المرأة الصالحة، والزوجة الصالحة هي مربية المجتمع لإنشاء جيل واعي بما له وما عليه. متفقة معك، ما نحطوش الدرك بزاف على الأم، حتى الأب عنده دور، ولكن صراحة الأم يعني كدير جهدها أكثر من جهدها باش وليداتها ما يطيحوش في شي غلط. الأم راه كتكون صاحبة بناتها، الأم اللي كتكون صاحبة بناتها ما عمر بناتها يغلطوا، الأم اللي كتبعد على بناتها فتسنى منهم العواقب كما كنقولوا. يعني خصنا نكون قرب لولادنا، خصهم يعاودوا لنا ما يعاودوش لصحاب، واخا يعاودوا لصحابهم ولكن خص النسبة الكبيرة نعرفوها حنا كآباء، خصنا حنا ننصحوهم، ما تسناوش كاع الغريب ينصحوهم. كيما قلت لكم تنصحوا لجيرانكم ماشي عيب، ولكن والديه خصهم يقولوا لا، ما تسناوش حنا الغريب يجي ينصح ولدنا، حنا اللي غادي ننصحوه ولا بنتنا. يعني ما نبقاوش نحملوا التربية ديال ولادنا للمسخرين، بالعكس حنا هما المسؤولين الاولين والاخيرين. عبد الحي مرضي كيقول لنا الاسم ديال المسلسل، عندك الصح، هذاك المسلسل علاش كنت كنهضر، ما بغيتش كيما قلت لك نحدد، وهذاك هو المثال اللي بان ليا مزيان. داكشي قلت لكم راه كنعطي امثله غبيه، غير صبروا معايا، ولكن هما اللي كيبانوا ليا يقدروا يوصلوا الفكره بطريقه بسيطه. يعني انا باقا معكم دابا غادي نقربوا نحبسوا اللايف ديالنا، اذا خصكم تقترحوا المواضيع. يعني الموضوع ديالنا ديال اليوم فناقشنا، الحمد لله ناقشنا بطريقه جميله، عرفت انه الاغلبيه ما راضيش على هذا الشيء وما كرهوش يتبدل، كنتمنى يا ربي نقدروا نبدلوا شي حاجه ولو بلساننا. كنتمنى انه هذا الكلام ديالنا ما يكونش كيحبس في اللايف، انا راه كنعيش في حياتي اليوميه، وكنتمنى انكم حتى نتوما اي نصيحه عطيتوها هنا واي نصيحه اكتسبتوها عيشوها في حياتكم العاديه، ما تخليوش ديما عقلكم مرتبط مثلا غير باللايف ولا شي حاجه. حنا ماشي ملائكه، حنا ماشي مثاليين، ولكن كلنا كنغلطوا وكلنا بشر، والبشر خطاء، ولكن كلنا كنترجاو الله سبحانه وتعالى اننا نتبدلو ونبدلو، وهذا الشيء اللي كنحاول ندير من خلال اي مباشر، كنحاول نستفد منكم باش نبدل شي حاجه الا كانت فيا غلطه، ماشي كنقول لكم هذه الا كانت فيا، كلنا فينا اغلاط، كنتمنى نتعلم منكم حويجات ولما لا نعلمكم حويجات. إذن أنا في الانتظار ديال الاقتراحات لموضوع الغد. مجيد عزيوي، التربية شيء مهم لبناء مجتمع يعطي أمثلة ولكن معبرة. داكشي اللي كاين، التربية عندها دور كبير كما قلت لكم، التربية عندها دور كبير ولكن راه حتى المجتمع كيضيع. يعني تربية الوالدين خصها ما تحبسش في سن معين، يبقى الولد يبقى الوالد ولا الام متبع الولد ديالو في التربية ديالو حتى يوصل لواحد السن اللي يحس به راشد، ماشي في العمر، في العقل. راه كاين اللي كتلقى عنده 22 23 24 عام ما عنده عقل، هذاك مازال محتاج تربية با، ومازال با خصو يزيرو، ماشي غير با حتى الام، يعني الوالدين مازال خصهم يزيرو، مازال خصهم يربي، ومازال ومازال ومازال. يعني حنا ما نوصلوش ديك 15 16 ونقولوا ولدنا كبر بارك عليه راه راجل دابا، اسيدي ماشي راجل، اسيدي ولدك ما كبرش ولا بنتك ما كبراتش، ماشي حيت ولا كيحس المستاج راه كبر، راه كتلقاه لحيتو تعمر مخده ومازال ما عنده عقل. يعني الوالدين خصهم يتبعوا التربيه ديال ولادهم حتى يوصلوا لواحد السن اللي يحسوا بهم واعيين وقادرين يسيروا حياتهم بيديهم بدون اخطاء. سعيد كنيسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي هاجر، وعليكم جميعا. الإجهاض حرام على الإطلاق، فشل الفساد في بلادنا، والحل هو الرجوع إلى الله ومعرفته حق المعرفة، الإسلام هو الحل، فأنصح كل إخواني وأخواتي على الخوف من غضب الله والخوف من العاقبة الوخيمة جهنم. متفقة معك سي سعيد، أنا قلتها في كنظن شي 5 ديال لايف ولا، وأنا كنعاود هاد الهضرة. شنو هي الهضرة اللي كنقول لكم؟ قداش ما بعدنا على الله، قداش ما قربنا الحوايج الخايبة، قداش ما كنهدو حياتنا بيدينا. هادي مخلوق عبد الحي مرضي، كنشكرك اختي على هذا الوقت اللي كتعطينا. انا اللي كنشكركم اسي عبد الحي، انا كنشوفكم كتبقاو معايا في اللايف من البدايه حتى الاخر، انا كنعقل عليكم وجه بوجه، والله العظيم كنعقل عليكم شخص بشخص، وكنعقل عليكم من لايف لايف. انا اللي كنشكركم على الوقت اللي كتعطوني، الاستماع ديالكم راه فخر بالنسبه ليا، الاستماع ديالكم نجاح بالنسبه ليا، انا ما كنقلب لا على شهره ولا على نتعرف ولا على حتى شي حاجه، كنقلب
نستفد ونفيد. ديك نفيد فيها اجر عند الله سبحانه وتعالى، ونستفد فيها اجر لكم نتوما وصلاح لحياتي انا، وشكرا لكم بزاف. مجيد عزيوي ولا الانسان الامثله الغبيه دائما تكون على مقربه من الواقع، لان الغباء يعيش في الواقع والواقع الافتراضي، لاننا مقبلين على مجتمع افتراضي. داكشي اللي كاين، وانا صراحه كيمشي عقلي ديما لشي امثله بليده صراحه تقال، ولكن والله الا كتجي في السياق ديال الموضوع، واخا كيبان المثال بليد ولكن كيوصل لواحد النتيجه في الاخر. كريم حسين، اختي هاجر الله يهدي الشابات والشباب ويهدي جميع المسلمين، هذا ما كاين اختي، اللهم امين، الله يهدينا ويهدي جميع المسلمين. كما قلت لكم الحوايج اللي عشناهم حنا، الحوايج الخايبه اللي شفناهم اللي عشناهم اللي حضرنا ليهم، ما نخليوش الاجيال المقبله تعيشهم. نبدلوا مجتمعنا قبل ما يتزادوا عندنا وليدات، نبدلوا مجتمعنا قبل ما يكبروا وليداتنا، نبدلوا مجتمعنا قبل ما يكونوا حفايدنا، نبدلوا المجتمعنا قبل ما يكونوا ولاد حفايدنا. قداش ما بدلنا حنا المجتمع، قداش ما خلينا عادات زوينه وافكار زوينه لوليداتنا، قداش ما كيعلموها لولادهم وولادهم لولادهم وكذا، والمجتمع غادي مزيان. اما الا مشينا، غتسمحوا لي على هذا المصطلح، ماشي على الانفتاح، الا مشينا على هذا الانحلال الاخلاقي، فكونوا على يقين غادي نوصلوا لواحد الدرجه ديال ما غيبقاو لا قيم ولا اخلاق ولا حتى شي حاجه زوينه. غادي نوليو عايشين كفس من الغرب، كفس من الغرب، غيولي القانون ما قادش يوقفنا. راه شنو كيوقفنا في هذا الزمان؟ راه كاين اللي كيوقفوا تربيته واخلاقه اكثر ما كيوقفوا القانون، ما كيتسناش هو يوصل القانون باش يعرفوا كيجرم شي حاجه، كتكون اصلا في تفكيره انها جريمه حيت باه ولا امه قالوا له انها حاجه خايبه. فهمتوا؟ يعني من اخلاقنا ومن تفكيرنا كنعرفوا الخايب من الزوين، ماشي نتسناو حتى يقول لنا مثلا القانون راه حاجه ديرها ولا حاجه ما ديرهاش. من صغرنا كنعرفوا من تفكيرنا. فين وصلت؟ مجيد عزيوي، لا كريم حسين، اللي جهد جريمه يعاقب عليها القانون. بصح القانون المغربي ديالنا كيعاقب، ولكن السي كريم كما قلت لك البوليس كيقلبوا والجندرم كيقلبوا كذا، وكيطيحوا على هاد على هاد المصايب هادو وكيشدوهم وكذا، ولكن كاينين شي وحدين ما معروفينش. علاش ما معروفينش؟ حيت حنا كنستروهم، حيت كيجي البوليس يسول في الجيران ويقول لهم واش هجرتكم كدير هكا ولا هكا، ويقولوا له ما نعرف سيدي ما شفناش. علاش؟ حيت خايفين يشريو معاه الصداع. راه الله ما تشري معاه الصداع وتحد داكشي، ولا تبدا تشوف المنكر حياتك كامل كامله وتبقى سد فمك وما قد دير والو. راه اللهم تسمع الهضره شويه عاود دوز، ولا تبقى حياتك كامله ضميرك يهدك. مجيد عزيوي، البلد عفة، البلد تواضع، البلد صفاء. هي البلد خاصها تكون حتى هي كيفاش نقول لك، الواحد ماشي يكون بليد. انا كنستعمل امثله بليده، ولكن انا ماشي بليده، كنستعمل امثله اللي ممكن انها تبسط الفكره ولكن كتوصلها، كتبسطها وكتوصلها. عبد الحي مرضي، كنصح الشباب يتجول الزواج غير يكون مزيان مع الله وخدام يتوكل على الله. زعم انا قلت لك من خلال غير اللايف اللي كنا خدينا على العزوف ديال الشباب عن الزواج، قلت لك راه كاين بصح اللي باغي يتزوج، ولكن صراحه ما نلومهمش حيت ولاو متطلبات كثير، ولاو متطلبات كثير. يعني صراحه الا بغينا مجتمع يتقاد نوليو نصبروا على بعضياتنا، وكل واحد يتنازل شويه من جهته باش المجتمع ديالنا يتقاد. ما يبقى كل واحد هز، اسمحوا لي على هذا المصطلح، كل واحد هز خنافرو للسما، فراه ما غنوصلو حتى شي حاجه زوينه، وغادي نوليو من حرام لحرام لحرام لحرام، حتى كيضيع المجتمع ديالنا وحتى كتضيع حياتنا وحتى كنضيعو حتى حنا معاه. اذا مستمعينا اكتفيو بهذا القدر، كنشكركم بزاف على التعليق ديالكم والمشاركه ديالكم، كنشكركم على مروان برسيلون هولا، مرحبا بسي مروان، كنشكركم على الافاده اللي كنستافد منكم، كنشكركم بزاف
على الكلام الزوين ديالكم اللي كتشجعوني من خلاله، على المشاركة ديالكم في اي موضوع اقترحناه. يعني كنكون دايره موضوع وكنقول يمكن هذا الموضوع الناس كاع ما غيبغيو يهضروا عليه، ولا الناس كاع ما يسوقوا ليه، ولا غنلقى ناس قلال، ولا ولكن لا، كنلقى نفس الوجوه كما قلت، نفس الاعداد، نفس المشاركات، وهذا فخر بالنسبه ليا. كنشكركم بزاف، كنتمنى بلادنا تزيد ديما القدام، كنتمنى نبدلو مجتمعنا بيدينا، نردوه زوين، نرجعوا ليام الزمان اللي كانت فيها الحشمه والحياه، ونحيدوا علينا هذا الانحلال الاخلاقي اللي ولا. مجيد عسيوي، البلاد ابتسامه بطعم البلاده. ودي الله يدير الخير. الحي مرضي كاين وكاين، ماشي كلشي كيطلب الغلا. اي ماشي كلشي، انا قلت لك زعما هذاك هو هذاك هو اكثر حاجه قالوها الناس نهار اللايف ديال العزوف ديال الشباب عن الزواج، هذاك اكثر سبب اقترحوه الدراري، ماشي اقترحوه، طرحوه الدراري، اكثر مشكل طرحوه الدراري. داكشي علاش استعملته دابا في كلامي. وكاين حتى واحد النوع ديال الشباب اللي واخا في استطاعته مثلا انه يتزوج ولا، ولكن داك التخوف من المسؤوليه كيخليه يعجز. مشكله. رشيد فيلار كيقول راه اختي زواج ولا صعيب حيت الدريات اللي هربوا علينا بزاف. وانا قلت لك باش ما نكروش ماشي البنات كاملين، باش ما نعمموش، ولكن كاين هذا النوع اللي بصح يعيق شويه في الصداق وكذا، ولا البيع والشراء، هذاك كاين هذا النوع، ماشي كتير ولكن كاين. ما كرهتش نزيد معكم اكثر، ولكن كان انا نكتفي بهذا القدر. ان شاء الله الموضوع ديال الغداء بما انكم ما اقترحتوش، فغالبا غالبا اما غادي يكون من الاقتراحات القديمه ديالكم حيت كنسكريني كلشي وكنولي نرجع ليهم، ولا يقدر يكون من الاقتراح ديالي، ولا ربما غير موضوع كنت دايزه حتى طاح ليا في بالي، ولا اقترحوا عليا شي صديقه ولا شي حد من العائله. يعني الموضوع ديال الغداء ما نقول لكمش، ماشي بحال ديما فاش كنقول لكم الموضوع هذا الغداء شنو هو. اذا الموضوع ديال الغداء ما غاديش نقول لكم، باش نشوقكم شويه ونخليكم تجي غدا باش تشاركوا معايا في الموضوع. كنشكركم بزاف على البقاء ديالكم، كنشكركم على التعليق ديالكم والتحفيز اللي كتحفزوني، والدعوه ديالنا ديال ديما الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين، والله يرزقنا ويرزقكم من بابه الواسع، وتصبحوا على خير.